السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم برنامج جميل جدا، هو عبارة عن عمل شروحات على الصورة اللي عندك في الايفون، زي السمو والكتابة او عمل دائرة على مكان معين. نشوف البرنامج مع بعض. هذا البرنامج راح اكتب اسمه اسفل الفيديو. نفتح البرنامج. طبعا بالبداية راح تظهر لك الكاميرا عندك او تختار الصورة من البوم اللي عندك. طيب احنا نبي مثلا نستخدم صورة معينة. هنا زي ما انتم شايفين خيارات البرنامج، هنا نيو اذا بغيت تختار صورة جديدة، وهنا اذا بغيت تتراجع خطوة عن اللي انت سويته او تتقدم خطوة، هنا الحفظ، هنا اعدادات البرنامج الحين نشرحها مع بعض، وهنا الالوان. طيب انا ابغى مثلا على مركز الاشعارات ابغى احط مستطيل او دائرة او سهم. نشوف مع بعض. نضغط على هذا الخيار راح تطلع لنا مجموعة خيارات. هنا اذا بغيت تعمل يعني تظليل على 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 مكان معين، يعني ما تخليه واضح، نختاره. طيب مثل مركز الاشعارات ابغى اخفي هذا الكلام، مجرد ما امسح عليه راح يكون ظاهر قدامي، اعمل مربع يعني كذا راح يكون مظاهر. طبعا مثل ما قلت لكم ارجع خطوة للخلف، اضغط على هذا الخيار وبرضو على هذا الخيار لين ما يرجع الى يعني الخطوة اللي انا ابيها. بعد كذا نضغط على هذا الخيار تطلع لنا مجموعة خيارات ثانية. طبعا اللي انت اختاره راح يكون هو يعني موجود بهذا الخيار. هنا عمل فيسات، اذا تحط يعني تضغط ضغطة واحدة كذا راح يطلع لك هذا الفيس. مجرد ما تضغط على هذا الخيار راح تطلع لك فيسات ثانية، زي هنا بنظارة هنا، مجرد ما تضغط عليه راح يطلع لك كذا. وهنا مجموعة فيسات راح اذا تختار منها اللي انت بيه تحطه هنا. طيب نرجع خطوة برضو الى الخلف. هنا على الاسهم اذا بغيت تأشر على مكان معين مثلا كذا، هذا السهم اللي عندي. طبعا مجرد ما اضغط هنا، زين، مجرد ما اضغط هنا اقدر اغير اللون الى الاصفر او الاسود. هذه الالوان متاحة عندكم هنا. سماكة السهم يعني يكون عريض او نحيف يعني بالمرة، بعد شايفين كيف. طيب ابغى اغيره ثاني مرة، لازم اضغط على السهم وبعدين اضغط على هذا الخيار تطلع لي مجموعة الخيارات. طيب ارجع خطوة للخلف ثاني مرة، شوف يرجعها لي زي ما كانت، نخليها زي ما هي. نضغط على هذا الخيار وراح تطلع لي مجموعة خيارات. هنا اذا بغيت اسوي مربع على مكان معين او دائرة او خط او مربع منحني الاطراف زي ما تشوفون هنا. طيب نبغى نخليه زي ما هو مربع، بس نضغط كذا راح يطلع مربع. وزي ما قلت لكم مجرد ما اضغط عليه راح تطلع لي، اضغط هنا راح تطلع لي هذه الخيارات. ومجرد ما اضغط على اختار مثلا هذا سماكة المربع يكون عريض او نحيف، يعني نقلل من سماكته شوي، وراح يكون خفيف بالمرة. مجرد ما اضغط على المربع يطلع لي تحت ديليت، اذا بغيت تحذفه بالمرة نقول له حذف. هنا برضو السهم، نأشر على السهم ونقول له حذف. نرجع للخيارات ثاني مرة. هنا اذا بغيت تكتب اي شيء على الصورة مثلا، اذا بغيت تكتب اي شيء تقدر تكتبه من هنا. بعد كذا نضغط هنا الخيارات. زي ما انتم شايفين خيارات بسيطة تساعدنا على الشرح بطريقة اسهل. نجي لطريقة الحفظ. نضغط على هذا السهم من فوق تطلع لنا هذه الخيارات، رسالة عبر الايميل او فتح بالسفاري او تويتر او غيره. نضغط هنا على حفظ، بعد كذا نقول له حفظ في البوم. طيب انا الحين مجرد ما ضغطت عليه خلاص راح يتم الحفظ على طول. بس انا حفظته ما عملت اي شيء على الصورة. ممكن بعمل مربع هنا على مركز الاشعارات وبقول له حفظ ثاني مرة، نضغط على حفظ من هنا وبعد كذا على سيف، بعد كذا نختار البوم الصور. خلاص يقول لي صح هنا خلاص تم الحفظ. نروح على بوم الصور من هنا، زي ما انتم شايفين هذا المربع ظهر قدامي. خلاص بعد كذا نرجع ثاني مرة
وبكذا نكون انتهينا من الشرح. إذا عجبك المقطع اضغط على لايك، إذا حاب توصلك آخر مقاطع وشروحات اضغط على اشتراك. أشكركم على المتابعة، وفي أمان الله.